تقول: عند قيامي بعمرة في الميقات عند ذي الحليفة وأنا مقيمة بالمدينة المنورة، هل يجوز لي القصر والجمع في الميقات وكذلك في المطار قبل إقلاع الطائرة؟ المسافر إذا خرج من البلد وجبت عليه الصلاة بعدما خرج من البلد فإنه يقصر الصلاة لأنه قد باشر السفر، أما ما دام في داخل البلد فإنه لا يقصر الصلاة لأنه لم يشرع في السفر. نعم.